Who feeds the reindeer all their hay? Who wraps the gifts and packs the sleigh? Who's helping Santa every day? مساء الخير وتحية لكل الأشخاص اللي حبوا ينضموا لنا عبر شاشة الام تي في أو حتى يلاقونا بالمولد بي بالموسم الثالث من انت أدى طيلة فترة الأعياد مباشرة معكم لحتى نلعب ونتسلى وأكيد نربح. مثل ما بقول على طول شعارنا الحيوية الفرح والاندفاع. رقم التليفون بتعرفوه 0464. بدي أشكر كل الأشخاص اللي تحدوا أليكسا وكانوا أدى واجوا على المولد بي من مختلف المناطق اللبنانية. وضيفي تعرفتوا عليه على المسرح، تعرفتوا عليه بمواقف كتير حلوة إن كان بسينسين بموسمها الرابع، وأيضا مؤخرا شفتوه عبر شاشة الام تي في أبدع بالرقص. ما في خبركن لوك أكتر من رائع، قديش تعب بالرقص بدانسينج وذ ستارز. شادي مارون معنا اليوم لحتى يتلقى اتصالاتكن، وما تنسوا كارت الجوكر أكيد لمصلحتكن بحال استصعبتوا اللعبة. فيكم تطلبوا من شادي يفتح الجوكر وهو رح بيساعدكن لحتى تربحوا. ما رح طول عليكم، جوائز قيمة رح بتكون لإلكن. خليني بلش مع المشتركين معنا باللي مو اللي صار لهم فترة موجودين. أول مشترك، مساء الخير، كيفك؟ كيفك؟ شو أخبارك؟ الحمد لله تمام. تمام، عرفني عن نفسك. أليكس. أليكس وين أنت؟ أنا لبناني بس عايش خلقان وربيان برا بأمريكا. بأمريكا، تحياتنا لكل اللبنانية والعرب الموجودين بأمريكا وبدول الاغتراب. أليكس بدنا نكون قدها اليوم. إن شاء الله. يلا أليكس بتنقي لي رقم؟ خلينا نشوف سوا التابلو، نقي لي رقم يلا. بختار 20. رقم 20 يلا. ما بدنا نصعب عليك، قلت لي عايش بأمريكا وجاي على لبنان وبدنا اياك تربح وحتكون قدها بإذن الله. لعبت غلط بغلط دقيقة ونص، ممنوع تقول شيء مزبوط، لا اسمك لا من وين أنت لا عمرك ولا شو لابس أي لون، كل شيء غلط، يعني ما تخاف من الغلط، كل شيء بدك معك دقيقة ونص فيك تقول كل شيء غلط، اوعى تقول شيء صح. أوكي. شو أليكس أنت قدها؟ قدها. قل لي أنا قدها؟ أنا قدها. هيك شوي كيف اللبناني بيحكوا بأمريكا اللبناني؟ أنا قدها، عرفت كيف؟ أنا قدها. أوكي. طيب أليكس يلا. بما انه انت قد توب كاونتر ومنبلش. اليكس نو no. مين انت؟ باب. باب وين انت؟ من وين حضرتك؟ سبين. من سبين. سبين يعني عاصمتها مدريد؟ نو عاصمتها بيروت. بيروت يخز العين، شاطر بالجغرافيا. اي no. لا واضح شاطر بالجغرافيا. yes. اي واضح كثير. مزوج بوب؟ يس yes. اوكي عندك كم ولد؟ 6. اوكي 6 اولاد، شو اسميهم، شباب او صبايا؟ ميكس، ثلاث صبايا ثلاث شباب. اوكي يوجوالي نحن بلبنان الشاب يعني اول صبي بيكون موجود بتصير لقبك لإلك يعني. أوكي. انت ابو شو؟ انتبه ابو شو؟ الشاب يعني شو لازم تكون انت؟ كارلا. ابو كارلا، تحياتنا لكارلا، يربى بعزك كارلا والله. شاب بس ليه نقيت له هالاسم؟ ما خفت حدا مثلا يتساءل عليه بالمدرسه انه كارلا واسم شاب؟ شو بقى؟ معناه انا كل اللي بعرف اسمه كارلا كلهم انوثه وجمال. اوكي. شو بدي اعمل هيك؟ هيك اسم الوالد. هيك اسم الوالد. طب اسم الوالد شو؟ نيكولاس. نيكولاس يخز العين. اذا يعني بهالاجواء انا بعتقد انت شو اسمك قلت لي؟ باب. باب حضرتك شاب. شو؟ كارلا. انت شاب؟ نو كارلا البنت. اوكي باب شو؟ باب بنتي. بنتك. يعني برافو اليكس ماشي الحال. في برد بامريكا هالفتره؟ في عندك الاكسنت شوب. شوب انت الاكسنت تبعك بيور عربي صح؟ بيور نو بيور عربي. ايه يس يا مزبوط واضح كل شيء تمام. ما بدي اطول عليك، اربع ثواني لانك من امريكا وجيت لعنا على المول بي، الف مبروك لك، كنت قدها برافو. الف مبروك اليكس، الف مبروك، جايزه قيمه تستلمها اكيد من الام تي في. لوساك بيقدم لك فاوتشر بقيمه 150 دولار لسبورتساك اللي عنده اكثر من 1500 فرع وعنده باكس كثير حلوين ومشاهير العالم كلياتها بتاخذ من عنده. بدي اشكر كل السبونسرز اللي معنا واللي عم بيقدموا جوائز قيمه وراح بنعددهم تباعا بحلقتنا. ما راح طول كثير لانه في كثير من الاشخاص موجودين معنا، تفضلي لعنا اكيد راح بنكفي بالعابنا وبحماسنا. وبرد بونسوار كيفك؟ شو اخبارك؟ تفضلي لهون. ماشي الحال؟ وين؟ عارفين عن نفسك؟ ريتا متري من الجية. تحياتنا لأهالي الجية. ثانك يو. وكيف عرفت إنه نحن هون وجيت لعنا من الجية؟ امبارح عشية كنت عم بحضرك على الهوا. وحمستك جيتي؟ وي. يعني هيدي دعوة لكل الأشخاص اللي قاعدين بالبيت هون يتحمسوا. نحن قدها أكيد. أكيد قدها. جمهور بعرف إنه في برد وهيك بس إذا منزقف هيك إنه منشجعها شوي بنكون قدها. عم بتقلكن هي قدها، شو أقولكن؟ أنا قدها أو لا؟ مش عم بسمع. أوه.
ولا في حماس في حماس هيدا اهم شيء النبض الحماس الحيويه هن اللي بيولدوا التفاؤل وما قالك انت قد قلتي لي نقي لي رقم وبعدين ربح ما في ابني بده رقم 3 رقم 3 كرمال ابنك شو اسمه ابنك روبرتو روبرتو تحياتنا لروبرتو بنشوف التابلو وبنشوف رقم 3 شو مخبالك يلا يلا لعبة جديدة هي صح أو غلط بهيدا الموسم بعطيك معلومتين أوكي؟ ما فيها كاونتر ما عندك وقت حساعدك كتير منيح لكن تعرفي أيها المعلومة الصح أو غلط عرفتي كيف؟ معلومتين كتير هينين أول ما تقولي لي أنا أدى بعطيك أول معلومة شو؟ يلا أنا أدى أنت أدى وقدود أنا أدى وقدود وقدود طيب أول معلومة بتقول هل مظبوط أنه الاكتئاب والإرهاق بيضعفوا جهاز المناعة عند الإنسان؟ أكيد على أكيد؟ على الأكيد كنت أدى برافو عليك هيدي أول معلومة صح يعني لازم نقول للأشخاص يبعدوا عن الاكتئاب وعن الإرهاق بيحضروا أنت أدى بينبسطوا كثير 100% جاهزة لتاني سؤال؟ أكيد يلا. أنا أدى أنت أدى؟ بيقول هيدا الفاكت أو يمكن هيدي الستيتمنت شوفي لي إذا مزبوطة أو لا الإنسان بينسى 90% من أحلامه شو؟ لا لا ركز منيح لحظة ما تتسرعي يعني انت اذا بتفيق من النوم بيقولوا لك في احلام بالابيض والاسود وفي احلام بتتذكريها بتنامي 7 ساعات بتطلعي من ال7 ساعات كم حلم مذكره نصه طيب شو بيطلع يعني لا بنسى يعني يلا خلص ربحنا يلا مبروك ثانك يو بتقدم لك فاوتشر بقيمه 200 دولار بتستلميها اكيد نهار اربع شكرا لك ولحضورك وتحياتنا لكل الاشخاص وين ما كنتوا عم بتتابعونا وين ما كنتوا فيكم تتصلوا فينا على رقم التليفون 04-64 برجع بذكر اكيد النجم شادي مارون حيكون معنا لحتى يتلقى اتصالاتكم ولكن حنكفي بتلقي هيك اجوبه ونبض وحماس المشتركين بالمول بي تفضل لعنا يلا مين معي كيفك بونسوارين شو اخبارك ولا كلكم لابسين جاكيتات الا انا الحماس وهيك يعني حبكم اليوم وجودكم مدفينا عرفني عن نفسك مسعود كيروز من بشري تحياتنا لاهالي بشري يا مسعود وبدنا نكون قدها ما عندي اي ادنى شك انت قدها يلا نقي لي رقم خلينا نشوف سوا التابلو وبدك تنقي لي رقم يلا وقف اذا بدك شو عبالك ساز رقم 16 ايه ايه طلع رقم 16 بخبي لك معلومات عامة ما رح صعبها كثير عليك رح ساعدك كثير منيح مش مشكل ما تعطي الهم انا معك عندك شك؟ لا ما في شك يلا بدنا نربح شو؟ من كل بد انت قدى؟ انا قدى يلا بلشنا السؤال بيقول من هي ملكة مصر في العصر الحديث؟ روح حساعدك طول بالك روح فينا 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 انشط وجهه الصابر روح منه كثير صعب حقول لك هي والدته للملك فاروق انتبه بدي ساعده شو راجي خلينا نساعده بلا لانه عن جد صعبه شوي لا طب هي والدته للملك فاروق وزوجها كان الملك فؤاد ولعبت دورة ناديه الجندي هي الملكه اكرهت اول ما نزلي علي صوتك نزلي نازلي على اكيد على اكيد روح استلم هديتك قبل ما حدا يلقطني من الشيء الف مبروك لك قلت لي بتقدم لك فاوتشر بقيمه 250 دولار الملكه نازلي مزبوط من بعد يعني هالفيلم والمسلسل اللي قدمته ناديه الجندي وايضا كمان الملك فاروق اللي لعب دوره الممثل السوري تيم حسن تحياتنا لهم ونحن اليوم اسئلتنا منا ابدا صعبه بل هي فيها نوع من الثقافه وفيها نوع من التسليه لحتى اكيد نربح المشاهدين والموجودين معنا نتلقى بعد شخص اوكي بريك من بعده حاتلقى اتصالاتكم وما رح اتاخر على الوجود على الحضور اللي موجودين معنا خليكم على شاشه الام تي في بانت قد بعد البريك Frosty
الغنية بعتقد جاية يعني هيك مركبة مظبوطة للبرنامج بالوقت اللي نحن هلا فيه، يعني سنو تلج عاصمة أليكسا. نحن قدها وموجودين بالمول دبي، ومثل ما قلت أكيد رح أتلقى اتصالاتكم. نحن بلشنا نهار الاثنين وباقيين ل 25 الشهر لحتى نتلقى اتصالاتكم ومشاركتكم من المول دبي، وجوائز قيمة رح بتكون أكيد بانتظاركم. بدي أشكر كل الأشخاص من مختلف الدول العربية اللي عم بيتواصلوا معنا عبر تويتر محمد أندوسكور قايس أو حتى عبر انستغرام محمد أندوسكور قايس. ما حطول على المتصلين، بعرف تأخرنا عليكم ببداية الحلقة، ولكن أيضا في حضور معنا وعم جرب قبل ما فينا نوفق بين الاثنين. ألو. ألو، مساء الخير، مين معي؟ ستيفاني بزاني. ستيفاني مكرجل. ستيفاني شو أخبارك؟ منيحة. وين عم تحكينا يا ستيفاني؟ من عريا. تحياتنا لكل الأشخاص الموجودين بعريا وبكل الدول العربية والمناطق اللبنانية. بس سري بدي أقول لك شيء. تفضلي. أنه ما في لا كهرباء ولا مطار، بقى نقفعت الكهرباء وراح المطار. راح كل شيء عندك؟ هلا ما عندك تلفزيون، بس علق معك الخط. معن ايه؟ طيب بدي اقول لك شغله ستيفاني. نعم. بما انه اتصلتي ونطرتي على الخط وكنت قدها والظروف كلها عم بتكون مش بس عليك، على الجميع معاكسه، انا من انت قدها بدي اقول لك مبروك لانك اتصلتي فينا، والف مبروك لك. منك مضطره ابدا تحضر لانه البركه طلع لك لعبه مضطره تشوفي ايضا على التلفزيون. مبروك ربحت ستيفاني. ربحتي من مستاج فاوتشر بقيمه $200. شفتي كيف؟ هلا انبسطي، بلا كهرباء بلا مطر بلا شيء. الف مبروك لك. ما حدا ما بد يعني اليوم نحن وجودنا بيلو مول دبي ووجودنا عبر شاشه الام تي في، بدنا فرح، بدنا امل، بدنا نتحدى كل الظروف ان كان الطقس وان كان ايضا الكهرباء. وبدي اقول الف مبروك لك يا ستيفاني، وما راح اطول بالموضوع، وبنتلقى مشاركه ومداخله من لو مول دبي. تفضلي لعنا. هاي. كيفك؟ الحالة. شو اخبارك؟ تمام. يلا عرفينا عن نفسك. رانيا كيروز. رانيا وين كمان؟ بشري. يلا تحياتنا لاهل بشري لعنا اليوم. رانيا بدنا ننقي رقم وبدنا نكون قدها. يلا رانيا طلعي لي بالتابلو، نقي لي رقم هيك على ذوقك. وانت اوكي. يلا شو عبالك؟ 6. رقم 7. لا 10 على 10، يعني نظرك لازم يكون 10 على 10. لعبة جديدة أيضا كمان ببرنامجنا، حتشوفي مشهد من آرثر كريسمس هيدا الفيلم، وعلينا نطرح عليك السؤال بيتعلق بهيدا المشهد. شو؟ أوكي. أنت قدا؟ نظري ما كتير أول. نظري أنا مساعدك. قولي لي أنت قدا؟ قدا. يلا منشوف سوا المشهد. If it could all be true, the mystery will finally be revealed. Operation Santa Claus is coming to town. Go, go. Engage rooftops. شو الجملة؟ شو الجملة اللي قطعت أول شيء؟ ما انتبهت. فينا نرجع نعيده؟ بنعيدها بقى بس ركزي كثير منيح. يعني حتشوفي بدها تفاصيل من المشهد كثير هيك صغيرة بسيطة، يمكن تكون جملة معينة، بدك تكوني قدها. أنا حساعدك. ما حقدر اعطيك الاجابه تحت الهواء لانه في اشخاص بيكونوا عم بيتابعونا بركي يزعلوا. شو؟ اوكي ما تحرجيني. لا مش ما بدي اياها اصلا. لا 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 بساعدك. خلص سوي. يلا انت قدا؟ قدا. بنشوف سوا مره ثانيه الفيديو. يلا. Could all be true. The mystery will finally be revealed. Operation Santa Claus is coming to town. Go, go. Engage rooftops. يلا شو الجمله اللي بتقطع باول المشهد؟ Season's greetings. برافو عليك، انت قد مستاج بتقدم لك ايضا فاوتشر بقيمه $200 بتستلميها اكيد ابتداء من اليوم. فيكم تستلموا اكيد جوائزكم بالاتفي. شكرا لك ولحضورك، وان شاء الله بتكوني على طول قد وربحانه. بنكفي بتلقي واستضافه المشتركين. تفضلي لعنا. يلا كيفك؟ بونسوار. كيفك؟ تمام ماشي الحال. في حدا شوي هيك مصيف هلا لانه نحن مش لابسين جاكيتات، عرفت مصيفين نعتبر. كول حماس. عرفيني عن نفسك. روزي كيروز. روزي اهلا بكل عائلة كيروز اليوم، وبشري والله اليوم جايين بكير مسجلين اساميكم. روزي بدنا نقي رقم وبدك تكوني قدها. يلا روزي نقي لي رقم. شو روزي؟ 8. رقم 8. روزي لا إيه لا لا، لعبة كتار بحبوها لأنه فيها تحدي، وبدك تركزي كتير منيح، لا فيك تقولي إيه لا فيك تقولي لا، وممنوع تعيد المرادف أكتر من مرة. شو روزي؟ أوكي. يلا بتقولي لي أنا قدة منبلش. أنا قدة. روزي بلشنا. توب كاونتر معنا دقيقة و30 ثانية. كيفك؟
ما فيك تقولي اوكي ولا شيء ولا تعيد الميلاد في اكثر من مره. بلشنا كيفك؟ شو صافو صافو. قد ايه عمرك روزي؟ 18. 18 سنه. فتي على الجامعه؟ اكيد اكيد. لك بسقه شو حتعملي؟ مهندسه؟ لا لا يا أنا انبسطت بحضورك يا روزي وخيرة بغيرة وفيك ترجع تسجل اسمك وإذا ما حالفك الحظ اليوم أنا حالفت الحظ أني تعرفت عليك. شكرا لك روزي. منكفي بلعبة لا إلا لا. يلا ناخد أكبر عدد من المشتركين. ما في أحلى من الأطفال يعني. هاي بوسة لكل المشاركين من أحلى طفل عنا. هاي كيفك؟ شو أخبارك؟ قربي لي شوي الميكرو. بعرف صعب. إيه تمام. عارفيني عنك؟ ريتا. ريتا من شارع أراكس برج حمود. تحياتنا لاهالي برج حمود ولمتابعينا اللي هن كتار وعلى طول بيدعمونا بانت قدا. ريتا اجواء العيد ما بدنا نخسر. لا بدنا نربح في هديه بقيمه 200 دولار. ما حقلك من وين. من ديكاتلون. خلص قلت لك انبسطي. يلا يلا انت قدا؟ قدا. لا إيه لا لا قدا. قولي لي انا قدا. انا قدا. بلشنا توب كاونتر. لا إيه لا لا. ريتا كيفك؟ منيح منيحه منيحه. اوكي بس شو قلي رجع لي. طب اوكي نرجع من عيد الكاونتر. يا إيه يا لا. ما فيك تقولي إيه. ما فيك تقولي لا. وما فيك تعيد المرادف أكثر من مرة. جرب تجنبيها يعني وما تقولي أوكي ولا نو ولا وي ولا ما تبعد عنها. أوكي لا ولا أوكي. يلا أنا أعطيتيني اثنين لا أو أوكي بنفس الوقت ما بيقطعوا. أنت قدا؟ أنا قدا. توب كاونتر بلشنا. ريتا كيفك؟ منيحة. شو أخبارك؟ الحمد لله. مزوجة؟ لا. ليه؟ ليه؟ ليه يا ريتا؟ ليه يا ريتا؟ لا لا ان شاء الله بتكوني عروس 2014 بينبق لك. بس بصمت انت ما فيك تقولي لا. بسيطه ريتا. انا انبسطت بمعرفتك. شكرا لك وبدي اتمنى لك حظ سعيد. لا 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 حتكفي معكم اكيد. فيكم تتصلوا فينا على 0464 او تكونوا موجودين معنا بالمول الطيب. انت قد بعد البريك. Somebody's gonna make a happy. هيدي اجواء العيد عبر شاشه الام تي في. وبدي اشكر كل الاشخاص اللي عم بيتابعونا والصحافه ايضا. باتريسا الهاشم بشكرك على هالتويت المعبره واللي عن جد بتدعم عادل سميه ايضا على هالمقاله الرائعه. بعرف سنه ثلاث ايام على الهواء وكتار مبسوطين ومحمسين. ان شاء الله بنكون قدا بوجه كل العقبات. اما انا هلا رح اكفي بتلقي اتصالاتكم سريعا لحتى نزيد عدد الرابحين. الو البونسوار. بونسوار. مين معي؟ جيلبار القاعد. جيلبار كيفك؟ ماشي الحال. من وين عم تحكينا؟ من بيروت. من بيروت. تحياتنا لأهالي بيروت ونقيلي رقم يا جيلبار. يلا 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 جيلبار. شو؟ مش عم ببين تابلو بس بين هلا عندك. شو؟ 10. رقم 10. يلا جيلبار لوجو مين؟ لوجو حنكون عاملين له اديتنج عليك تعرف لاي شركه بيعود. شو جيلبار؟ نعم أوكي. انت قدا؟ انا قدا. بنشوف سوا اللوجو. يلا يلا جيلبار ركز معي وهيني. شو يعني جسر بالانجليزي؟ بريد. يلا الزقه بستون. برافو عليك. هالشركه اليابانيه الرائده بصناعه المعدات للسيارات وايضا الراعي من احد الرعاة الرسميه للفورمولا 1. الف مبروك. بيكون عندك من بيكستار 150 دولار من لمول طبي. بيكستار اكيد شكر كبير له على انضمامه لهالبرنامج ومعايده المشاهدين. نحن حنكفي مع المشتركين. الو تفضلي. الو لا لا عندها. الو انا عم بقول لها الو لانه بين ال هاي كيفك؟ وعدتك حتطلع. طلعنا عارفيني عنك. سلام سلم. سلام تحياتنا لك. وين عم تحكي؟ من وين انت؟ انا من الزلقه. من الزلقه. تحياتنا لاهالي الزلقه. سلام ركزي منيح. نقي لي رقم بدنا نكون قدها. يلا رقم 4. رقم 4. سلام 4. يلا صور بكلمة واحدة. حتشوفي أربع صور بدك تعطيني القاسم المشترك بكلمة واحدة. أنت قدها؟ أنا قدها. يلا أنت قدها. بنشوف سوا الأربع صور. شو؟ شمعة. على قد؟ برافو عليكي. بوجي.
مبروك شاطي، بقدم لك فاوتشر بقيمة $200. القاسم مشترك هو شمعة، وإن شاء الله بتكون كل أيامك ودربك نور لإلك ولكل المشاهدين. نحن مكافيين معكم أكيد. يلا مشتركة تفضلي لعنا، يلا تيجي عنا. أليكسا وصلت لهون، تفضلي لهون، عارفين عندك. بونسوار. بونسوار ماريانا. ماريانا من وين حضرتك؟ من دبي. يعني ما أخذت كثير وقت، جيت على مول دبي. الأجواء كيف هون؟ بتعقد. يلا نقي لي رقم. النوف. خلينا نشوف سوا التابلو، رقم 9 إذا مأخوذ أو لا. يلا رقم 9. جين سين، بعطيك الجواب بدك تطرح علي السؤال، انتبهي، الجواب بدك تطرح علي السؤال، أنت قدها؟ قولي لي أنت قدها؟ أنت عم تقولي الجواب، أه بعد أكيد أكيد أكيد. يلا، الجواب بيقول الكويت، أوكي؟ إذا جواب الكويت، شو ممكن يكون السؤال؟ أنا بدي أقول لك شغلة، هيدا الجواب موجود بالسؤال، يعني كلمة الكويت أو دولة الكويت موجودة بالسؤال، شو ممكن يكون؟ بيروت شو بتكون؟ العاصمة. أوكي، شو اطرح علي السؤال؟ شو هي العاصمة؟ عاصمة الكويت. إيه شو بيطلع الجواب؟ الكويت. برافو عليكي جوا كلاب، بتقدم لك جائزة تستلميها أكيد، ابتداءً من هال4000، مبروك لإلك. بجين سين، هيدي أجواءنا، ربح فرح وأمل وأكيد حماس من لمول ضيع عبر الشاشة الام تي في. شادي مارون بعد البريك مباشرة معكم باستديوهات لمول ضيع. عودي لكم باخر قسم من التأدى، مثل ما وعدتكم شادي مارون نجم بيستار يعني ايضا في دانسينج وذ ستارز، ستار ونجم، واضاف جو من الفرح بهذا البرنامج اللي عم بتابعوه كل نهار احد عبر شاشه الام تي في. كيف كانت اول شيء؟ نعاد عليك واهلا وسهلا فيك. بس السؤال اللي بيطرح نفسه، قديش ضعفان من دانسينج وذ ستارز؟ لا حقيقه حوالي 5 كيلو. لا بس كان في جهد واضح. كيف كانت التجربه؟ كان تجربة غنية كتير عن جد، إذا بدك إعادة اكتشاف الجسد والذات. أخذتك وقت ولا كانت منيحة؟ إيه؟ يعني شفناك بمنطقة الخطر آخر شيء، كنت بوجه الممثل يورجو شالهوب. عطول كنت بمنطقة الخطر، كنت عطول يعني من أول برايم، بس محبة الجمهور ودعمه وتصويته صحيح هي اللي خلتك أكيد تستمر. وأنت كمان جربت قد ما فيك، يعني حسينا كان في عن جد مجهود جسدي كتير منيح منك، يعني أخذت على محمل الجد. لو عندي الحد الأدنى من الرقص، من المعرفة بالرقص، يمكن كان عندي حظوظ أكتر، بس أنا مبلش من الزيرو هيدي. بس أنا بأكد لك إنه كتار 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 حبوك بالرقص، وعم بحبوك ايضا كمان بسيزون 1 سيزون 2 بسيزون 4 ايضا من سين 4. انا بتعرف ليش شجعت روح على دانسينج وذ ستارز؟ لترقص على المسرح؟ لان نحن من المنطقه كلهم بيعرفوا يرقصوا، نحن الجسر اللي كان عندنا بجلي الديب كان يرقص. مشان هيك شجعت روح. راح الجسر. راح الجسر، هلا من ناطرين جسر ثاني. شادي مثل العادة، أنا يعني بضيف فرح على البرنامج وهيدا برنامجك يعني، فبدي أطلب منك تاخد اتصال مثل العادة. يلا يلا تفضل على طريقتك. سلولارك ولا؟ لا سلولارك. ألو 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 ألو. إيه نعم. هلا هلا. ألو. إيه تفضل. مين معنا؟ أحمد حضرج حبيبي. أحمد حضرج. حضرج. بدي اطلب منك يا احمد لو سمحت توطي لي شوي صوت التلفزيون، تسمعني من اباري التليفون، وشادي معك لحتى يساعدك. يلا بننقي رقم. توطي لنا صوت التلفزيون كيف؟ ايه مجموعه العائله حبيبي كلها حيساعدونا. وطي التلفزيون وعلي صوتك. ايه مجموعه كبيره اليوم. مجموعه كبيره وتحياتنا لهم. نقي لنا رقم. بيت العائله كلها يعني. حضرج. بيت حضرج كلهم مجتمعين، تحياتنا لهم. تحيه لك حبيبي، بس بليز بزيحهم لننقي رقم. يلا تفضل. يلا. شادي بدك تساعده. يلا. رقم 18. مبروك يا احمد، بتربح $1000 بتستلمهم من هيك قرر دغري شادي لانه فرعنا بمزارع شبعه. مبروك $1000. شادي انت منيح بالرقص، كنت قدها بالرقص، بدك تكون قدها بالاغاني معه لاحمد لحتى تساعده. يلا مع ابو حميد انا. يلا ابو حميد شو انت قدها؟ انا قدها. نسمع سوا اول غنيه. يلا
شو يا ابو حميد؟ شو؟ هيدي كارول سماحة. ايه شو اسم الغنية؟ والله شو؟ ليك حخبرك والله يا بلادي. هلا هي وحشاني يا بلادي. ليك حقول لك شغلة، عندك ثلاث أغاني وعندك كارت الجوكر، اوكي؟ كارت الجوكر بحال ما كنت قد اللعبة كثير في يستخدم مشادي ويساعدك، عليه ينفذ شيء، عليه يصرح بشيء، بيكتشف سوا معك، فما تقتلها. بس عارف هلا معي. لا لا ما كثير مزبوطة، هي وحشاني بلادي. ايه. كثير منيح. يعني ما رح تربحه. لا بده يكفي، بده يعرف الأغنيتين الثانيتين اللي حيقطعوا هلا، وبحال حسينا إجابته ما كثير منصفة بدك تستعمل كارت الجوكر. اوكي. يلا أحمد الأغنية الثانية. لو يحصل شو؟ اوعى تسمع له. شو؟ طب سمعوها شوي بعد. لازم يساعدنا شوي صغير. ليك هي فنانة لبنانية مثلت مع عادل إمام مع الزعيم وبلشت بالفور كاتس. بتغني وبتمثل كثير حلو. وجوزها بيمثل. طبعا يوسف الخال. وبدك رقم السجل؟ رقم السجل؟ شو؟ هي عندها نمط شايف ناسينا والله. طب ليك حخبرك شغله. نيكول سابا. نيكول سابا، شو اسم الأغنية؟ لما بتنام شو بتعمل؟ يحصل اي شيء هيك. طب ليك حخبرك شغله حتى ما نطول معك، حننتقل لثالث اغنيه بس كارت الجوكر صار لقرار عند شادي اذا بيستخدمه او لا. شو احمد؟ رح استخدمه. رح يستخدمه، رح ينقذك. انا مش معقول احمد. بس كثير يأسنا يا ابو حميد. لا شد حالك شوي، العائله كلها ما عم تعرفوا شيء. يلا اقرا لنا شو في على كارت الجوكر. كلنا شادين حالنا، كلنا شادين حالنا. شوف حيقرا لك شو في على كارت الجوكر. يلا. لا بلا. لا راح صوت عالي. طيب مين هيدا؟ هيدا هلا لي ولا لابو احمد؟ لعلك. لا ولو والله شو محتال انت؟ شو محتال لص كبير سيلافي وانت قد المسرح لك رؤوس على هالغنية. شو طلعنا انا من ابو احمد؟ ولا بدك تربحه لابو احمد؟ صوت له بيتاز. هيدا بياج، هيدا فخ، عمل لي فخ انت. هيدا جوكر صار بدي جوكر للجوكر. انا ما عندنا غير حل. موسيقى معك 10 ثواني. ما بعرف انت مبتكر، كنت بدانسينج وذ ستارز قدام الملايين يعني. ما شو حبيتها ابو حميد؟ صوت له انت بدانسينج، لازم يرد لك الجميل. وشو عرفك انت؟ انا بعرف شو فنان ابو حميد. قل لي في السيب هو قد اكيد. يلا انت خلص كرمال ابو حميد. خلص يلا العيون ابو حميد. يلا 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 كرمال عاد كرمش عيون. تفضل شادي. هيدي الألف دولار بدي اربحها نص بالنص. شو بدي اعمل لك؟ لحظة نص بالنص. ايوه عم يشجعوك. ايوه ابو حميد. الله لا يوفقك يا ابو حميد. الله لا يوفقك يا ابو حميد. شوية بس دوبلي شوي. كيف؟ زين. شكرا شادي، ألف مبروك. يغزل عين عليك، يغزل عين عليك. شو بدك اشلح كمان كرمال ابو حميد؟ الظروف مش موقتي. ابو حميد لولا شادي ما ساعدك يعني كنت ما راح بتكون قدها، بس شادي كان قدها وانت قدها. ألف مبروك. كلاس فور بتقدم لك فاوتشر بقيمة $100. ألف مبروك لك. $100 هيدي. طب ولو منيحة. حرام ولو دار صوتوا لك شادي. ما فينا نحن اليوم. لا ابو حميد رقصنا وراح نشلح. هلا $100 ما بتفش الخلق بشرفك بهالفترة صراحة. بلا بلا. انت عندك عائله وعندك يعني بتعرف قديش الحياه وصارت صعبه. اكيد اكيد. هي بالنهايه جست وهي معنويه اكثر ما هي ماديه. نحن حنكفي معك. خبرني شوي عن سين سين فور. مستمر العرض؟ نحن مستمرين باوتيل جراند هيلز برمانا، وعندنا حفله كمان حلوه كثير على راس السنه. بنادي كل اللي بيحبوا الرقص والفرح والضحك يجوا يحضرونا بسين سين. لا شك يعني معك بهالليله المميزه. لا ترى بايقة بحويك وأيضا قليل أحمر مستمرين مع بعض. صحيح. شو الشخصيات اليوم اللي عم تتجنبها؟ ريمو صليبة كمان ضم لأنا من حوالي الشهر. تحية لألو. شو الشخصيات اللي عم تبعد عنا مؤخرا بظل هالأجواء المشحونة سياسيا؟ لا والله ما في عنا خطوط حمر. الكل عم
الكل عم بي مش مستثني حدا ابدا. طيب خذ اتصال على في عندنا كمان سفره باثنين كانوا تاني على المملكه العربيه السعوديه كمان. تحياتنا على شخص عزيز كمان علينا بنحبه كثير رايحين عنده. هيدي دليل محبه اكيد للاشخاص اللي بيحبوكم. ما عم يدري شو لعنا اخواننا العرب نحن رح نروح لعنده طبعا. هيدي مبادره كثير حلوه ودليل نجاح ايضا المسرحيه اللي بعدها مستمره واكثر من الاشخاص تعودوا على الكاركترز والشخصيات اللي بتقدموها كلكم مع بعض. عاملين توليفه كثير حلوه على المسرح. نحن على طول بنشجع المسرح اللبناني ان كان كوميدي او حتى ان كان يعني انتم عندكم مساج عم بتوصلوه بدي هي صحيح بتضحكوا العالم بس بتسلطوا الضوء على قصص بطريقه كوميديه وايضا بتوصل للقلب. اتصال على الطريقه السياسيه مثل العاده. مين ما حسب المين. هلا كنت عم بتقلد لي حدا من صغرتها. ليش الاتصال من شمال؟ يلا ما بعرف جرب قول الو. يعني الو الو نحن 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 كل شيء بيجينا من روسيا نحن عقلبنا مثل العسل. واهلا برب الله لالكسا واهلا بالكسا وبيورجو وبالعائله كلها برب الله. الو الو مين معنا؟ ينعاد عليكم معكم الي. الي وينعاد عليك يا الي. شو كيف شايف اجواء المول ضي مع شادي؟ رائعه بوجود شادي اكيد. ميرسي الي. شو العائله؟ مسلم بسلم عليك البابا توني مسلم شادي. مسلم ايه يا هلا يا هلا مسلم. تحياتنا لك. ومن وين عم تحكينا يا الي؟ من زحله؟ نبصليم. نبصليم اه بس الاصل من زحله؟ من الاصل من البير الشوف. من الشوف ايه عرفتهم. ايه جيران خبير جيراننا. لا جيران صح. الي يلا بدنا نقي رقم ما بدنا نخسر الجيران. شو طلع لي بهالتابلو نقي لي رقم. رقم 13. رقم 13 يلا. ما بتخاف منه يا 13. ليك إلي ما بدها واسطة القصة هيني كتير معلومات عامة وانت على حد علمي انك شاطر بالفوتبول. شو؟ يلا انت مع مين؟ مثل هالمتوقعين انت صرت مثل يعني خي ماشي الحال على مش الحايك تتنبأ. شو عرفك انه بيلعب فوتبول؟ ما بعرف حسني قلبي من كيف صوت. شايف 2014؟ بإذن الله بإذن الله بمحبة اللبنانية وبتكاتفهم ووحدتهم رح بتكون رائعة. بس هلا 8 أدار ما رح يعترفوا بال 2014. أنا ما خص لا ب 2014 دغري على 2015 ما في 14. 14 هلا رح بتكون سنة 14 يعني إن شاء الله بتكون سنة بتوحد الجميع شادي. وبعدين هيدي كمان رسالتك ورسالة كل العالم بدنا نرتاح يعني خلصنا بقى. إلي اينا. يلا عم ساعدك شوي. الفوتبول السؤال رح بيكون معلومات عامة. انت قد يا الي؟ انا قد. يلا شو اسم الهيئة اللي بتدير شؤون كرة القدم العالمية؟ ولا هي من هيك الفوتسال ولا ده خلص بيعرفها وبيعرفها. تعطيني احتمالات ولا ساعده شوي يا شادي. فيفا. فيفا فيفا. على اكيد برافو عليك فيفا. ايس ما بتقدم لك فاوتشر اكيد تستلمه من الام تي في. الف مبروك يا الي لك الفيفا اللي مركزها بزيورخ بسويسرلاند. انت مع مين بالمونديال 2014 قرب؟ مين بتشجع اي منتخب؟ انا مع الفريق الالماني. الالماني بس والله ما بيلبق لك الالمان بيقولوا اجمالا يعني هيك بسمع فكرتك هيك اكثر برازيل ايطالياني ما بعرف شو. لا المان الله راد والسنه حظوظكم عالي. يلا قلبت الادوار عم تتوقع على اردن على ارض على ارض البرازيل عن قشطهم الكاس. ما كنت اشرب يعني هيدي توقعاتك يا شادي. في زقفه هون بلشت للالمان يعني بالمونديال اكيد الاجواء بتكون حلوه وبكون في هيك منافسه. ان شاء الله الالمان بيربحوا ان شاء الله كمان بنشوف هيك مستوى عالي من اللعب. اتصال جديد يلا يلا. الو 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 تذكر رقم التليفون 0464. بعرف في ضغط كثير كبير من الاشخاص عم بيتواصلوا معنا 04 كله اربعات كله اربعات 0444444. لكن قلت لي سين كافيه بدراما. وينك من دراما؟ في شيء عمل درامي بال 2014؟ بالحياه اليوميه عم عيش دراما. هيدي كلياتنا عم نعيشه بس عم نحب نشوفك على التلفزيون يعني في مشاريع بال 2014 عم نسعى يكون عندنا هيك بروجرام اسبوع على التلفزيون ان شاء الله خير. البروجرام شو حيكون طبيعته؟ حتكون يعني اكثر سكتشات وسكتشات انتقاديه اجتماعيه سياسيه فنيه يعني هيدا مشروع 2014 بنقول شادي مارون الجو تبعنا ببرنامج تلفزيوني اسبوعي راح بيكون عم بيقدم فيه سكتشات حلوه. عم بلش تحضر من هلا في شخصيه معينه هيك بتطلب منك وقت انك تحضرها او لانه انت ما شاء الله عليك يعني بتتابع سياسه ويعني يعني بتطلع صحيح بتعيد يمكن كذا مره اشخاص سياسيين بس ولكن بيكونوا اب تو ديت يعني
يعني بتواكبهم. قديش صعبة مهمتك انك تواكب السياسية؟ آه لا مهمة، مهمة صعبة اكيد. بس ما الله عليهم هن قد ما عطول عندهم اشياء واحد يقدر يعلق عليها. هلا شوفي مؤخرا حدث هيك سياسي استفزك؟ هلا اليكسا هي سارقة كل الاضواء وكل وزارة الاشغال والطاقة والمالية، ما قربت عليهم. وهيدي يعني الروسية الوحيدة اللي رح نضطر نلبس ما نشلح. يعني شادي مثل العادة. اتصال جديد. الو الو بونسوار. بونسوار، مين معنا؟ كيفك مستر محمد؟ تمام الحمد لله. كيف صحتك؟ ينعاد عليك وعليك ان شاء الله وعلى الجميع، وكمان لضيفك الكريم مستر شادي. ميرسي وعليك. شو اخباركم؟ الحمد لله والله مشهينك بهالقعدة معنا. ايه عن جد يعني حطينا المشاوي يعني مش ناقصنا الا وجودك. هلا شو؟ بس انطفت النار. طفت لانه خفنا يصير في بتعرف اندور يعني نحن. مين معي؟ الو؟ لا نقطع الاتصال؟ هي ما بحب المشاوي. بعرف بتعرف يعني هرب من هرب من المشاوي. لا صحيح النار مش ولعانه، بس لمول على قلوب الزباين وحرق صح. الاسعار فالواحد بيتدفى. خبرني كيف تقضي العيد؟ العيد يعني ما انه مجوز، فالعيله هي الاولويه حقيقه. بتختلفوا ليله العيد وين حتقضوا العيد؟ عند اهل مرتك او عند اهلك او ماشي الحال؟ يعني مقسمينها 24 بحال 25 بحال 6 و6 مكرر. مره عندنا مره عنده مره. بس مهم الجمعه. واكيد تحياتنا لوالدتك اللي كمان سبق وتعرفنا عليها، يعني اللي بيشوف والدته لشادي. وتحيي كمان ليله عيد الميلاد، هي ليله عيد ميلاده. عيد ميلاده كمان، كمان يعني في عندنا فعيش علينا يعني، وين بدنا نصل؟ وان شاء الله كل ايامكم بتكون عيشه فرح ونجاح. مرسي نحن مرسي. اكيد بانتظار اطلالتك التلفزيونيه، وايضا بانتظار سين 4 ان كان بلبنان، وايضا الجمهور السعودي بالمملكه العربيه السعوديه الحبيبه. في كمان مشروع بابو ظبي الله راد. شو المشاريع ابو ظبي المملكه العربيه السعوديه؟ وين كمان؟ مبدئيا هلا هودي هودي على هودي على السنه الجديده 90% يعني. والخير لقدام السعوديه 100%. بس حنرجع نروح على السفاره الله راد نعمل حفله كمان بحوالي اخر كانون الثاني او شباط، والله راد ابو ظبي بشباط. نحن اكيد حنضل عم نواكب كل جديدك ونجاحاتك شادي. شكرا لحضورك معنا بالمول باي. ميرسي عليكم جميعا وعلى كل المشاهدين وعلى عائلتك. وتضل الام تي في منوره ان شاء الله بوجودكم وبوجود المحبين فيكم. تابعونا بكره اكيد بنفس التوقيت مع ضيفتي راغده شلهوب عبر شاشه الام تي في من المول باي. باي. Last night I took a walk in the snow.